السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو نماذج أسئلة التربية الإسلامية للصف الأول المتوسط مع الحل، نزلت لنا بقناتي على التليجرام، تقدرون تستفادون من عدهن اللي ما ممتحن إسلامية. هاي يعني نهاية الكورس الثاني الدور الأول. هذه الأسئلة الأولى، هذه خمس أسئلة. طبعا هي الإسلامية ما بيها ترك سؤال، أكو ضمني، ترك ضمني أفرع. هاي النسخة الأولى وهذه النسخة الثانية. زين، هذه الحل مالت النسخة الأولى، هذه الحل هي، خلينا نرتبها بالسرعة. هذا السؤال الأول، هذا السؤال الأول، هاي الحل مالت النسخة الأولى. هذا السؤال الثاني، سورة المطففين، وهذا السؤال الثاني والثالث. وهذا السؤال الثالث والرابع. السؤال الخامس. وهذه الأفرع. يلا خلينا نعيدها.